احتفلوا باليوم العالمي للموسيقى من خلال ثلاث سهرات، اللي الاولى فيهم هي ديال اليوم، وبالذات هذه ديال اليوم كنحتفلوا بالموسيقى الغربيه، الموسيقى الشرقيه، الموسيقى المغربيه بما فيها من موسيقى الاله، ملحون، شقوري، مرورا بالموسيقى بالريبرتوار الاغنيه اليهوديه. غدا ان شاء الله غادي كاين واحد لوماج سبيسيال الموسيقى ديال الشمال خصيصا مدينه تطوان، غيكون معنا فيها الاستاذ اكرامي مع الجوق ديالو ديال المرحوم العربي التبسماني، وغتكون معنا بنت مدينه تطوان زينب افيلال. اليوم غادي يحيي السهره الاوركسترا تاج باند تحت اشراف كريم سلاوي، وغادي يكون معنا فنانين اللي هما جاكوب طغجمان الفنانه الكبيره ديالنا نبيله معان. الختام غادي يكون ان شاء الله يوم السبت، هو لقاء ديال واحد العمالقه من في الموسيقى الاله، غيكون هذاك الختام 100% اله. غادي يكون فيه الجوق العتيد، جوق الموسيقى الاندلسيه لفاس تحت رئاسه الاستاذ الكبير سيدي محمد بريول، وغادي يكون معاه هرم الاصوات المغربيه ومدرسه الاجيال حنا كنعتبروها الحاج محمد بجدوب، وغادي يكون معنا الفنان الكبير نور الدين طهري. وهذا غادي يكون ختام، غنختموا هذه الاحتفاليه بموسيقى الاله الاصيليه اللي غادي ناخذوا من بزاف ديال النوابات وبزاف ديال الميازن، باش وغنساليو ان شاء الله بواحد الحصه صوفيه اللي غنخليوها مفاجاه ان شاء الله للجمهور. من ناحيه المجهود والتنظيم والبرنامج الجمعيه، ولكن بدون الشراكات وبدون الدعم ديال المساندين والشركاء ديال الجمعيه ما كان يمكن لنا نديروا حتى حاجه من هذا الشيء. عندنا الشراكه مع وزاره الشباب الثقافه والاتصال، وكنغتنم هذه الفرصه باش نشكر بزاف الوزير السيد وزير سيدي محمد مهدي بن سعيد اللي كيساعدنا بزاف وكيساعدنا على انجاح التظاهرات الثقافيه وكيساندنا بزاف. وعندنا كذلك شركاء اللي معنا من نهار فاش خلقت الجمعيه، وبالاخص شركه وي كازا بلانكا، العلامه الترابيه وي كازا بلانكا لشركه كازا ايفنتي انيماسيون، هما المساند الرسمي للجمعيه منذ خلقها. وعندنا كذلك شركه تسيير اليانصيب الوطني اللي هو مشارك، هو المساند رسمي اللي كيدعمنا على طول العام في جميع التظاهرات ديالنا. وعندنا شركاء لا ليست طويله، عندنا شركاء اكثر اللي كيساعدونا، كاين اللي باغ ايفينمون وكاين اللي معنا العام كله، ولكن من دونهم ما كانش يمكن الجمعيه بالجهد بوحده ولا بالرغبه اننا نديروا شي حاجه ولا بالتنظيم نقدروا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلت له الجمعيه، مع اننا جمعيه اللي يلا خلقت هذه 4 سنين.